بيتكلم قدام المحافظ. لما بنتكلم على التذكره بتاعه تحيا مصر طبعا ما ثمن حضرتك لا تتخيله يعني. كانت تذكره بتبدا من 10 جنيه وتنتهي ب 25 جنيه. 25 جنيه حضرتك تركب من الانطاره لغايه بئر العبد، تركب 100 كيلو ب 10 جنيه، ب 25 جنيه. ب 25 جنيه. 25 جنيه. طب لو هاخد مواصله عاديه، لو هاخد 25 جنيه. لو هاخد ميكروباص هاخد ادفع كام؟ لا لو حضرتك خدت ميكروباص هتاخده مش اقل من ساعتين ونص. نظرا طبعا لان في نقاط. أيوه. في نقاط صحيح صحيح. نعم. هتدفع حوالي 40 جنيه او 45 جنيه. 40 45 جنيه. هنا بتوفر وقت وتوفر فلوس. بنوفر وقت بنوفر فلوس طبعا. بنعمل حركه تنميه. ايوه. احنا مش غرضنا بالقطر ان احنا نكسب دلوقتي. لا. صح. لا احنا مش عايزين نكسب دلوقتي، عايزين نكسب بعدين. نعم. حضرتك بتتكلم ان ده قطار التنميه. ونكسب في القطر ده للتنميه يا فندم. هو اسمه قطار التنميه مش قطار التربع. نعم. احنا مش رايحين سينا نلم فلوس. لا احنا بننمي سينا. صح. نلم فلوس من قطاع البضائع لان انا هخدم اكبر بواني في العالم. انما الراكب السيناوي على عيني. نعم. انما قطاع البضائع هتعوضه في البضائع يعني. هعوضه في البضائع. نعم. طيب التشغيل من شهر 8 للنهارده البضائع من الدخيله لشرق بورسعيد عامله يعني عاملين تشغيل؟ لا هي النهارده كان اول قطر تشغيل تجريبي فعلا، ولكن المحطة الحاويات اللي موجوده في شرق بورسعيد في طلب عليها متوسط حوالي من قطرين لثلاث قطرات يوميا. ايوه. واحنا خاطبنا هيئه قناه السويس بخصوص فتح المجرى الملاحي، وادونا فعلا ادونا مواعيد ان احنا ممكن نشغل قطرين وثلاثة في اليوم بضايع. طب كويس. هنا وده الهدف الرئيسي ان هيبقى مصر وسيناء محور لوجستي للعالم كله، مركز للوجستيات يبقى في مصر. خاصة ان جنب مينا شرق بورسعيد هي المنطقة الاقتصادية. نعم. بتاعت قناة السويس. نعم. كلها مصانع. نعم. هتحتاج المواني دي. طيب محمد بيه، ربما الـ الامر الاخر بنتكلم النهارده اللي حصل ده، الدوله المصريه، مؤسسات الدوله المصريه، قوات مسلحه، الشرطه، نجحنا ونجحت البلد في الانتصار على الارهاب. المناطق دي كانت مناطق فيها ارهاب. تمام. يعني غير الاحتلال الاسرائيلي وحررنا بلدنا وارضنا، جاء الارهاب الزرع في هذه المناطق. فدي كمان تضحيات. تمام. ابطالنا النهارده يبقى يعني شفنا قد ايه تضحيات وصلتنا ان هذه المناطق اصبحت النهارده امنه. كل مكان كان فيه ذكريات من الاخوه السيناويه هناك. ذكريات مؤلمه عن زمن الارهاب. وده ومقارنه بالنهارده حاله استعاده اللي كلنا موجودين ودايبين جوه بعض وموجودين في كل حته في سيناء. ما فيش واحد خايف يمشي بعيد عن التاني. لا احنا كلنا بقينا اسرة، وكل مكان من الاماكن دي كانوا هم بيحكوا الارهاب عمل فيه ايه وبيحمدوا ربنا احنا النهاردة وصلنا لفين. بسم الله ما شاء الله على الاعداد اللي موجودة النهاردة خلال زيارة الفريق كامل وزير، ما شاء الله اعداد هائلة من الاهالي. ده بعد ما نزل الفريق كامل من المحطة في بئر العبد كانت عبارة عن مظاهرة حب. ولكن اخواننا الصحفيين كانوا مرتبطين انهم عايزين يرجعوا بالقطر، فما ما ما لعوش بقى مظاهره الحب دي اللي مع الفريق كامل. نعم. فريق كامل في سينا رمز محبوب جدا 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 لكل شيوخ وعاقل سينا.